الانواع المتناسقه في كافه حملات التشغيل، فضلا عن اطلاق مشروع تنميه القطاع الطويل بهدف مكافحه التصحر من خلال تعاقدات مهمه مع شركات عالميه متخصصه وبالذات في مناطق نشوء العواصف الترابيه المحليه. وستعطى محافظه الفصل الاولويه في تنفيذ هذه المشاريع بسبب وضعها البيئي الحرج. ان رعايه بيئه البصره هي المعيار الواضح لجديه الحكومه في معالجه ملف التاثيرات البيئيه. كما ان مجلس الوزراء سيتابع لتنفيذ اجنده العراق المناخيه وتنفيذ المشاريع اعلاه في جلسات دوريه تخصص بهذا الشكل. وهنا ادعو الدول الصديقه